Allahu, Allahu, ya Rabbi, ya Allah. Allahu, ya Rabbi, ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha. Faida bishab Hassan يقف في هذه الناحية من هذا الجامع بجوار هذا المكيف ليصلي السنة ويقف حسن وإذا به يسقط فتجمع عليه الإمام والمؤذن والإخوة الذين كانوا ما زالوا في الجامع في هذا المكان الذي نحسبه والله حسيبه أنه سيشهد له بين يدي الله فيسقط حسن الشاب حسن عليه رحمة الله ويقول الإخوة يقول الإمام المؤذن وإذا بأنفاسه تتردد يا إخوان سقط وهو يصلي أي موعظة هذه الموعظة سقط وهو واقف بين يدي الله يناجي ربه سقط يا إخوان في مسجد وبيت من بيوت الله يموت يا إخوان في المسجد ويموت بعدما صلى صلاة ويموت يوم الجمعة ويموت في هذا الموقع في هذا المسجد الذي نحن فيه الآن يسقط فسألت الشيخ الإمام عن الشيخ طه قال والله يا شيخ ما سألت أحدا عنه إلا أثنوا عليه وعلى أخلاقه وعلى محافظته للصلاة وأهم أمر اسمع يا عبد الله إلى أهم أمر قال أرجى عمل نرجوه له أن تكون ميتته في هذا المكان في هذا الجامع أنه كان بارا بوالدته بار بالأم الأم التي ضيعها كثير من الناس اليوم الأم التي قسى عليها كثير من الشباب اليوم كان بارا بأمه فلعل دعوة مستجابة من الأم كانت سبب هذه الميتة الحسنة وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما مات وهو يصلي مات يوم الجمعة مات بعدما صلى فريضة من فرائض الله فيا ليت شعري كيف سأموت أنا وكيف ستموت أنت على ماذا سنموت لا إله إلا الله إن من الشباب اليوم من يموت وهو يتعاطى المخدرات وإن من الشباب اليوم من يموت والمسكر في يده وإن من الشباب اليوم من يموت بعد أن زنى أو فعل اللواط أو عق والديه أو فعل فاحشة من الفواحش فيا ليت شعري على ماذا سنموت فإن من أسباب الميتة الحسنة أن يرزقك الله ميتة حسنة أن يكون لك خبيئة من عمل صالح وأن تكون سريرتك مع الله حسنة انتبه من ذنوب الخلوات انتبه من الواتساب وما فيه انتبه من النت وما فيه انتبه من المقاطع التي تذهب بالإيمان من القلب انتبه من هذا كله يا عبد الله فإنها ذنوب خلوات من أصلح ما بينه وبين الله في الخلوات كان ذلك سببا لميتته الحسنة فأصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس وتكون ميتتك طيبة حسنة.